وصل طائرات النظام الروسي غاراتها الجوية المكثفة على حلب وريفها موقعة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، في حين استمرت المعارك بين الثوار وقوات النظام في مناطق الكاستيلو وشقيف والملاح بعد سيطرة قوات النظام وحلفائه على مواقع عسكرية مطلة على طريق الكاستيلو، مستغلة بذلك التهدئة التي أعلنتها خلال أيام عيد الفطر في سوريا، وذلك بهدف فرض حصار تام على نحو نصف مليون شخص داخل أحياء حلب المحررة. حصار حلب هدف تسعى إليه قوات النظام مدعومة بغارات جوية لطائرات حلفائها الروس بمعاركها ضد الثوار في منطقة الملاح، حيث رصدت ناريا طريق الكاستيلو صلة الوصل الوحيدة للأحياء المحررة مع الريف، لذا تحتدم أعنف المواجهات هنا لحرمانها من تحقيق ما تريد. معارك طاحنة تجري الآن في داخل مزارع الملاح، عصابات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية والطائرات المروحية تلقي أو تنفذ عشرات الغارات وعدد كبير من البراند المفجرة على هذه المنطقة رغم مؤازرة الطائرات الحربية الروسية والطائرات المروحية. فصائل الجيش الحر تتهم وحدات الحماية الكردية بالتنسيق مع قوات النظام خلال المعارك الدائرة قرب طريق الكاستيلو، عبر محاولاتها المتكررة التقدم من حي الشيخ مقصود نحو منطقة السكن الشبابي الحاكمة للطريق والمقابلة لمنطقة الملاح من جهة المدينة. هذه السكن، هذه الإليغانس، هذه ثلاث حندرات وهي أرض الملاح. استمرار إغلاق الطريق ينذر بأزمة إنسانية كبرى تزيد معاناة قرابة نصف مليون مدني يعتزم النظام تسليط سلاح الجوع على رقابهم عبر الحصار للضغط على كتائب الثوار، كما حصل في مناطق كثيرة حاصرها بعد عجز قواته عن اقتحامها. بالنسبة لموضوع حصار حلب، أنا شخصيا مطمئن إن شاء الله ما في حصار بجهود شباب الجيش الحر، يعني بشكل عام كافة الفصائل إن شاء الله ما يكون في حصار، ولكن في وسط اجتماعي بشكل عام يعني هناك تخوف. قوات النظام ما تزال تسيطر على كتلة الجامع في منطقة الملاح على بعد مئات الأمتار عن هذا الطريق الاستراتيجي، فيما تقاوم فصائل الجيش الحر لمنع وصولها إليه وتعمل على إعادة تأمين شريان الحياة لحلب وإبعاد شبح الحصار عنها. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. مرحبا بك باسل، ما هي المناطق التي تعرضت للقصف في حلب وما حصيلة الضحايا؟ نعم، مرحبا بك أصلان، تحياتي لك وللسادة مشاهدين قناة حلب اليوم. طبعا الطائرات ذات السيناريو يتكرر في مدينة حلب، وطبعا من القصف العنيف والمستمر الطائرات طبعا روسية وأيضا الطائرات السورية إن كانت المروحية أو الحربية أو إن كانت راجمات الصواريخ أو المدفعية على حد سواء، طبعا قصف لا يهدى على أحياء المدينة. اليوم منذ الصباح استهدفت هذه الطائرات بعدة غارات أحياء مدينة حلب كحي بستان القصر وأيضا حي كرم البيك بحي المجاور لحي الشعار. طبعا راح ضحية هذا القصف 3 شهداء وسبعة جرحى تقريبا، وأيضا حي طريق الباب الذي استشهد فيه شخصان وجرح عدد آخر، طبعا فضلا عن الدمار الكبير الذي حل بالأبنية السكنية. طبعا بعد ظهر اليوم استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين حي جب القبة، طبعا استهدفت مركزا للمجلس المحلي لمدينة حلب، أدت هذه الغارة لاستشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخر، وأيضا إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين، وأيضا حي بعيدين وحي الهلك الذي استهدفه الطيران الحربي الروسي أيضا بغارة جوية، وطريق الكاستيلو هناك عشرات الغارات وأيضا عدد كبير من البراميل وأيضا القذائف التي تستهدف الطريق ولم تهدأ أبدا. طيب بالنسبة للملاح وشقيف، يعني ما هي آخر التطورات العسكرية هناك؟ باسل هل تسمعني؟ لا أسمعك أصلا. هل تسمعني الآن باسل؟ أسمعك جيدا. كنت قد سألتك يعني ما هي آخر التطورات العسكرية على جبهات الملاح وشقيف يعني؟
نعم، لا تزال المعارك مستمرة، هناك معارك كروفر بين الثوار وقوات النظام في محاولة لقوات النظام التقدم والسيطرة على طريق الكاستيلو، لكن الثوار هناك هنالك يتصدون لمنع حصار مدينة حلب. طبعا المدينة التي يقطن فيها أكثر من 450 ألف نسمة من المدنيين، تدور الآن اشتباكات عنيفة على محوري بني زيد والخالدية في محاولة جديدة لقوات النظام أيضا التقدم على تلك المحاور، لكن الثوار أيضا استطاعوا صد تلك الهجمة ويدمروا دبابتين لقوات النظام، وتراكس كان معد لتتشيم المناطق التي قد تسيطر عليها قوات النظام. حتى هذه اللحظة كما قلت لك أصلاً المعارك مستمرة والثوار يتصدون لتلك الهجمة. نعم باسل أبو حمزة مراسلنا، كنت معنا من حلب. ونبقى في حلب، حيث استطلعت كاميرا حلب اليوم آراء عينة من الشارع الحلبي حول إمكانية فرض قوات النظام حصاراً على أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة الثوار. برأيك حلب رح تتحاصر؟ إيه أو لا؟ وشو السبب؟ بإذن الله تعالى حلب ما بتتحاصر، لأني نحن من نكب دمنا وأرواحنا فدا إنه نمنع هالشي يصير. بإذن الله تعالى حلب ما بتتحاصر طولما فيها ناس قلبها لالله. بإذن الله تعالى حلب ما رح تتحاصر أخوي. بإذن الله تعالى حلب ما بتتحاصر بهمة جهود أبطالنا الجيش الحر الشرفاء اللي طلعت كله، وبإذن رب العالمين كلهم عم يتوحدوا بالصفوف، وبإذن الله ما بنتحاصر. والدليل على ذلك اليوم إجانا سيارتين ثلاثة خضرة رزق للمعاضي، والحمد لله العباد كلها اشتغلت اليوم. عزيمة الجيش الحر اللي عنا إن شاء الله عمتهم قوية، وإيماننا بالله الكبير إن شاء الله ما راح نتحاصر. هن خايفين على حالهم ونحن إن شاء الله ما خايفين على حالنا، إن شاء الله راح ينقلب السحر على الساحر عليهم. إن شاء الله ما في حصار بهمة الشباب المجاهدين، إن شاء الله ما في حصار بهمة الشباب المجاهدين، إن شاء الله بحسرة هالأطفال هدول الله يفرج على العباد كله. الشباب معنويات عالية عالية، وبإذن الله بإذن الله حلب ما راح تحاصر، وحلب عاصية على كل هالطغاة وهالخنازير الشيعة. حلب مستحيل تتحاصر، لأني عنا شعب قوي وعنا إيمان بالله قوي.